كل واحد فينا في حياته حاجات او نعم ربنا مديهاله، المفروض في ناس ممتنه وفي ناس بقول لا تعالوا نشيل الغبار من على الحاجات اللي احنا مش عارفين نشوفها، في حاجات حلوه قوي ربنا مديها لنا لازم نكون ممتنين ليها. فهسألك انت الاول بقى، ايه الحاجه اللي انت ممتن ليها في حياتك؟ ما انا عشان يعني راجع من يعني وفي اجواء كده مختلفه فالحقيقه انا ممتن، طبعا ممتن للناس الحلوه اللي في حياتي. تمام. يعني يعني كل حد يعني من الناس اللي هم يعني ما بيننا علاقات شخصيه يعني وبتعرفها، سمعت تليفون وكلمني، اكيد ممتن جدا جدا لل يعني للسؤال ده وببقى فرحان جدا، ممتن لكل حد يعني بيسال ويطمن، ودي حاجه يعني مش عارف اقول لك، لما بنبقى احنا محتاجين الناس تكلمنا او حد من حبايبنا يتصل او يرفع سماعة التليفون او يبعت رسالة او بتاع، قد ايه بتفرق معانا. فاحنا كل واحد فينا في حياته ناس حلوة، فانا الحقيقة ممتن لكل الناس الحلوة اللي في حياتي. والحقيقة الواحد مهما ربنا اداه، لكن لو حس ان في لحظة معينة ان الناس يعني مش مقبول من الناس اللي حواليه تبقى حاجة صعبة جدا. صح. يعني لكن انا ممتن لكل الناس الحلوة. صح، وانا شاركه كده برضو، عشان انا برضو فكره الامتنان لما تلاقي ناس بتحبك من غير هدف ومن غير طبعًا مصلحه ومش عاوزين طبعًا منك حاجه، انا بسال عليك عشان بحبك، انا مش مستني منتظر منك تديني حاجه، انا بقف جنبك من غير ما استنيك ان انت ترد لي. أيوه. كمان في يعني من الحاجات الحلوه قوي اللي انا دايما بشوفها ان الواحد مش هو بيشتغل ايه ولا معاه كام ولا الكلام ده خالص لشخصه. فاحلى حاجه انك انت تلاقي حد بيحبك وقت ما انت ممكن تبقى في احنا في أزمة مجرد من كل حاجة، وكلنا بتعدي علينا أوقات، معايا فلوس الفلوس بتروح وتيجي، الصحة يا كتير بتحصل تجارب والواحد بيتعب ويعي ويبقى وظيفة أو شغل أو شهرة أو يا ده أسماء كبيرة ولم كل الكلام ده بياخد وقت ويروح. فهل الحاجات دي هي اللي تخلي الناس مرتبطين بينا أو بيعرفوني عشان ده؟ دي بتبقى حاجة صعبة جدا. لكن لما تلاقي الناس بتحبك لشخصك من غير أي حاجة، من غير هدف، من غير مصلحة، مش مستنية منك حاجة، بتحبك وسنداك وانت في أصعب أوقات ظروف حياتك، أكيد بنبقى ممتنين للناس الحلوة اللي في حياتنا. لكن نوسع السؤال ونسيب الناس تقول، هي إيه الحاجة اللي انت ممتن ليها في حياتك؟